السلام عليكم. نسوقر شو رانا؟ انا عندكم اليوم نسوقر وين بالضبط؟ رانا عند ليسي بوشارب في السوقر. تحياتنا لكم كامل نسوقر بمناسبه سجاتي جمال اللي جاب لا ميداي برونز. رانا مع خونا خطيب، خويا خطيب اللي جانا للسوقر. خونا خطيب مرحبا بك خويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا خويا الله يسلمك. خونا خطيب شوفوا راه جانا للسوقر باش يدير واحد المبادره اللي هي رسم جمال سجاتي، رسوم جداريه لجمال سجاتي. ان شاء الله تعجبكم هذه الجداريه وان شاء الله توقفوا معاه باش اللي تقدروا عليه، لانه نعرفوا ناس سوقر مضيافين وناس تاع كرمه وناس الشان. ميساج برك معناتها راه عندكم هنا راه في دوجور ولا بدا البارح وهذا اليوم الزواج، ولكن نتمنى من ناس سوقر وقفوا معاه. وهي الجداريه اللي رسم فيها وراه بدا انت باش اللي يقدر عليه. مازال خاوتي مازال ما تبان الملامح 100% لانه ما نقدروش نحطوا عينين ونقول لك على العينين تاع من ولا دير نيفود ولا النيف تاع من، انت حتى يكمل الملامح وليتري كامل باش تبان الرسمه لجمال سجاتي. بالتوفيق ان شاء الله الكامل الجزائريين والدعم الدعم الدعم لهذا الشباب اللي راه حاول اللي راه يحاول باش يدير مبادرات ويبين ثقافه تاع بلاده وولايته ولما لا. ونتمنوا كامل الدعم لخونا خطيب وبهذه المناسبة جمال سجاتي باطل وخطيب ثاني باطل، وإن شاء الله الدعم الكافي لخونا خطيب. السلام عليكم. رانا في مدينة سوقر، بدينا البارح الجدارية لجمال سجاتي، رانا ندعموا فيه بالشي اللي نطيقوا عليه صافي. ما يهمناش شحال كلاصة ولا شغل، احنا المهم راه رفع عنا راية في السماء وراي مثل كاع الشعب الجزائري وراي مثل مدينته مدينة سوقر. مرحبا بكم زعما ولاد سوقر، ارواحوا مرحبا بكم. رانا هنا متواجدين عند ثانوية بوشارب الناصر، الجدار اللي قبل طريق تاع دوبلوفوا. مرحبا بكم. الشيء اللي تقوا عليه ديروه. خونا السوقر راه خونا ضيف عندكم هنا يا خطيب، معناتها لازم تهلاو فيه باش اللي تقدروا عليه، ولكن راني نشوف انا حضور محتشم، لماذا لا ادري ولا اعلم. نتمنى خوتي توقفوا معاه. كيفاش معناتها جونا يوقفوا معاه؟ ما تخلوش باسكو راهي سخانه شلهوبي راهي خوتي، معناتها بيقعد وحده هنايا في السخانه يرسم باين باللي يكره. ونسوا ضحكوا معاه، قصروا معاه، جيبوا له قهوه، جيبوا له اي حاجه. نعرفكم بلي مضيافين وكرمه والله يبارك على اختارينا السوقر هذه، لانه على بالي راه مضيافين وغادي تقوموا به ايضا في الليله خوتي. ماذا بيه كاش واحد زعما يوصله راح من التيار تيجي فايتي وصله ويقعد معكم وقت متاخر، ولما لا واحد ايضا يخرج الموهبه تاعو يجيب كرسي بالميز ويجي يقعد هنا خطيب من ناره قيطاره ولا ما على باليش باش اللي يقدر عليه. وقفوا مع ولاد بلادكم، وهذه اللي انا باغيينها تعم في كامل البلديات لما لا والدوائر باش نخرجوا المواهب اخوتي، ما نقعدوش في ذيك القوقعه وراني حشمان وكيفاش ندير وكيفاش ها كيفاش تدير. انت ابدا وهي تكمل وحدها. بالتوفيق خوتي، نوريكم الرسمه. Mm-hmm.